شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول سر العظمة، ولكن قبل أن نبدأ بالحديث لابد أن نشير إلى مقدمة. وهذه المقدمة هي أنه في حياة العظماء هنالك بعدان، البعد الأول الإنجاز الذي قدمه العظيم، ما هو معنى الإنجاز الذي قدمه العظيم؟ الإنجاز يعني أن العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه ألف 1000 كتاب، هذا إنجاز عظيم. ولعله في علماء العامة لم نجد هنالك من ألف 1000 كتاب إلا ما يحكى عن السيوطي، ولا أعلم أن هذه الحكاية دقيقة أم لا. هذا إنجاز كبير للعلامة الحلي. الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله تعالى عليه كون هذه الحوزة العلمية في قم، وتحمل ما تحمل من المشاكل والمتاعب، هذا إنجاز قدمه عظيم. الإنجاز يعني الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، هذه ألوان مختلفة وأنواع مختلفة من الإنجاز. الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه طرح منهجية
متفوقة في الفقه والأصول. اللي يمكن أن نقول من حوالي 200 عام إلى هذا الوقت، الحوزات العلمية محورها الأعظم في الفقه والأصول يدور حول ذلك المنهج الذي أسسه الشيخ الأنصاري. هذا إنجاز. الإنجاز يعني العمل الكبير الذي قام به المجدد في قضية التنباك، هذا إنجاز. وهكذا بقية العلماء الذين قدموا إنجازات كبيرة بألوانها المختلفة. هذا جانب، ولكن هنالك أمر آخر في حياة العظماء، وهذا الأمر الآخر لا يقل أهمية عن الأمر الأول، قراءة إنجازات العظماء. وذلك الأمر الآخر أوضحه بهذا المطلب الذي يقوله العلماء، وهذا المطلب يقولون: المعلول يمثل مرتبة نازلة من وجود العلة. إذا هذه القاعدة ما كانت لها كلية، ولكن على الأقل فيما نعلم من العلل الطبيعية، هذه القاعدة جارية. يعني شنو أن المعلول مرتبة نازلة من وجود العلة؟ يعني هذه الحرارة التي تشاهدونها في هذه الغرفة، هذه الحرارة معلولة ومتولدة من تلك النار التي تجدونها في المدفأة. هذه الحرارة تمثل مرتبة هابطة من وجود النار، يعني ما تجدونه في النار تجدونه في الحرارة، ولكن بمرتبة أدنى. الحالة الموجودة في النار نفس هذه الحالة تجدونها في الحرارة، أو تجدونها في الماء الذي أسخنته النار، ولكن هذه العلة تمثل وجودا متفوقا، والمعلول يمثل وجودا نازلا من ذلك الوجود المتفوق. هذه الإنجازات كلها تمثل المظهر. ووراء المظهر هنالك مخبر، وهذه الإنجازات تمثل رشحات من ذلك المخبر. يعني العلامة الحلي مو هو يتلخص في الألف كتاب التي ألفها، هذه رشحة من العلامة الحلي. العلامة الحلي شيء آخر. العلامة الحلي يمثل وجود متفوق،
وهذه الألف كتاب تمثل رشحة من رشحات ذلك الوجود المتفوق. نحن يجب أن نبحث في المرحلة الثانية أنه ذلك الوجود المتفوق الذي كان الألف كتاب رشح من رشحاته ذاك شنو كان؟ الشيخ عبد الكريم الحائري، إحنا عندما نلاحظ الشيخ عبد الكريم الحائري يلحظ الذي كون الحوزة العلمية في قم. الحوزة العلمية في قم يعني تكوين هذه الحوزة، هذا لا يمثل الشيخ عبد الكريم الحائري، هذا يمثل جانبا من جوانب الشيخ عبد الكريم الحائري. احنا يجب ان نبحث ان الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه ماذا كان وماذا كان خلف هذا الإنجاز الذي قدمه. هذه الملاحظة الثانية كثيرا ما نغفل عنها في ملاحظة تاريخ العظماء. فنحن نعود إلى هذا الجانب الثاني، أن الذي كون العظماء والذي جعل العظيم عظيما ماذا كان؟ هذا هو محل بحثنا في هذه الليلة. الشيء الذي يبدو أن هنالك منشأين مهمين للعظمة. إذا إحنا ما تمكننا أن نلخص مناشئ العظمة في هذين، فلا أقل من أن هذين بعض مناشئ العظمة المهمة. المنشأ الأول من هذه المناشئ، إحنا يمكن من نتمكن أن نقوم بما قام به الشيخ عبد الكريم، لأن الظروف التي نعيشها لا تقتضي ذلك. الإنجاز ما يمكن نقل حرفيا من مكان إلى مكان، ولكن ذلك المنشأ إذا تمكننا أن نستوعبه وإذا تمكننا أن نقرأه وإذا تمكننا أن نطالعه وأوجدناه في أنفسنا، إحنا يمكن أن نفعل ما فعله الشيخ عبد الكريم، ويمكن أن نفعل ما فعله الشيخ الأنصاري ولو بشكل آخر ولو بمرتبة أخرى. الشيء الأول الذي نلاحظه في تاريخ العظماء سعة الروح. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها، كما أنه الأوعية المادية تختلف بعضها عن البعض الآخر، وعاء القلب أيضا يختلف. هنالك أفراد قلوبهم ضيق، نظرهم ضيق، همتهم محدودة، ينظرون موطئ أقدامه.
إذا شوية يفكر أكثر من موطئ قدمه يلاحظ عائلته، إذا شوية يلاحظ أكثر يلاحظ مدينته، إذا شوية يلاحظ أكثر يلاحظ بلده، إذا شوية يلاحظ أكثر يلاحظ قارته. وهنالك أفراد لا تحدهم هذه الحدود، لا يفكر في حد معين، وإنما روحه روح كبيرة، همته همة كبيرة، تفكيره تفكير واسع. إحدى الأشياء المشتركة بين العظماء سعة الروح. هذه الروح عندما تكون روح كبيرة، هذه الروح تعطي للبدن طاقة. هناك حديث عن الإمام الصادق على ما ببالي صلوات الله عليه: ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. إذا النية تكون نية كبيرة، هذه الروح الكبيرة تعطي قوة لهذا البدن. أنتوا الآن جربوا هذا الشيء في ليالي الإحياء. إحنا من البداية نفكر في ليالي الإحياء أن نسهر هذه الليلة. عندما واحد يفكر أن يسهر هذه الليلة إلى الصباح، يمكن يشعر بالنعاس في أواخر الليل، لأنه النية نية قوية، فالبدن يأخذ طاقة من الروح. حالات الروح مؤثرة تأثير كبير في البدن. ولكن أنتوا الليلة صمموا أن تناموا ساعة 12، واحد يمكن يشوف ساعة 11 يشعر بالنعاس وبالتعب. أنتوا فكروا في ليلة من الليالي أن تصلوا 1000 ركعة. أكو بعض الناس يقولون الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه شلون كان يصلي 1000 ركعة في الليلة الواحدة أو في اليوم الواحد؟ هذا مجرب. بعض الأفراد في الليالي الطويلة مصلين 1000 ركعة. أنتوا عندما يكون هدفكم أن تصلوا 1000 ركعة، متى تشعرون بالتعب؟ متى واحد يشعر بالتعب؟ عندما يصلي 500 ركعة، 600 ركعة يشعر بالتعب، لأن يشوف دا يقترب إلى الهدف فيتعب. ولكن أنتوا فكروا الليلة أن تصلوا 20 ركعة، في الركعة 10، 11، 12 تشعرون بالتعب. ما الذي تغير؟ البدن تغير؟ لا. الطاقة البدنية تغيرت؟ لا. الروح لها إيحاءات للبدن. ولذلك واحد كلما همته تكون أكثر، طموحه يكون أكثر، روحه تكون أكبر، طاقته تكون أكثر. هذه إحدى الأشياء المهمة في حياة العظماء. الوالد رحمه الله تنقل عنه قضيتان. قضية في بدايات حياته، وقضية في نهايات حياته. وكلتا القضيتين معروفتان، ولكن نذكرهما كذكرى.
القضية الأولى ينقل عنه أنه في بداية حياته أو في بدايات حياته إحنا نفكر نألف كتاب، نكتب في اليوم 5 صفحات ونتعب ونشعر أنه صنعنا شيء كبير. أكو في حديث أن الإمام السجاد اللي كان زين العابدين لقبه صلوات الله عليه، مع تلك العبادة كان يطالع عبادة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ثم يضع الأوراق على جانب متألما ويقول: ومن يستطيع أن يعبد كعبادة أمير المؤمنين؟ ذيك العبادة. إحنا نكتب كتاب، نتصور فتحنا خيبر، كتابين، 3 كتب، إذا يوم من الأيام قرأنا 5 دروس، نتصور أنه صنعنا صنعا عظيما. ولكن واحد عندما يقارن، الممغاني رحمة الله عليه كاتب في مقدمة كتابه، عند كتاب في الرجال من العلماء الكبار المكثرين في التأليف، يقول: أنا الآن في حر النجف دا أكتب هذا الكتاب، أظن مقدمة كتابه في الرجال، من الكتب الجامعة في علم الرجال، يومية 18 ساعة دا أكتب هذا الكتاب. 18 ساعة، أنتوا كتبوا 5 ساعات حتى يتبين أنه ما معنى الكتاب. وكاتبين في بعض الكتب مو لهذا الكتاب أنه في بعض الأحيان من شدة اشتغاله بالكتاب كانوا يلقمونه اللقمة. الشيخ الممغاني يعني قاعد هو دا يكتب، وواحد يمه يهيئ اللقمة ويخليها في حلقة، هو يأكل ويكتب. فإذا شفنا الشيخ الممغاني 18 ساعة يكتب، كتبنا 5 ساعات نشوف قليل، 6 ساعات قليل، 10 ساعات قليل، 12 ساعة قليل. الوالد في بداية حياته، بدايات حياته، كما ينقل عنه، طلب من الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أن يكون شفيعاً له إلى الله سبحانه وتعالى، أن يوفقه لتأليف 1000 كتاب في بدايات حياته. هذا هو الطموح. عندما يكون هذا هو الطموح، هذا مهما يكتب يشوف ما واصل إلى طموح. إذا كتب 100 كتاب يشوف بعد أكو مجال، إذا كتب 500 كتاب يشوف بعد أكو مجال، إذا كتب 800 كتاب يشوف بعد أكو مجال. ونفس ذلك الطموح حركه وحرضه حتى في هذه الأواخر قبل أذان الفجر، كان الوالد يقعد ويكتب في مختلف الأوقات، لأن هذا هدف 1000 كتاب يشوف بعد ما وصل إلى هذا الهدف. هذا يحرم. أنتوا إذا صممتوا وإحنا إذا صممنا أن نؤلف 1000 كتاب، كل ما نكتب شو لم نصنع شيئا. هذه عظمة الروح، كبر الروح، الطموح الكبير يجعل الإنسان يركض ويركض ويركض، وبالنتيجة إما يحقق الهدف أو يصل قريب من الهدف أو يحقق أكثر من الهدف. أما إذا من الأول واحد بنى أن يؤلف 10 كتب، بعد 5 كتب يشعر بالتعب، بالنتيجة لو يألف 10 لو 12 لو 8. هذه القضية الأولى التي تنقل في بدايات حياته. القضية الثانية ومعروفة أيضا
أذكرها كذكرى، إنما أنت مذكر. هذه القضية مذكرة في نهايات حياته، يعني قبل أيام من وفاته، كان قايل لأحد العلماء أو أحد الطلاب أنه أنا كانت لي 3 أهداف. الهدف الأول جميع الكفار يصبحون مسلمين، الهدف الثاني جميع المسلمين يتعرفون على مذهب أهل البيت أو قريب من هذا صلوات الله عليهم، الهدف الثالث أن شيعة أهل البيت يتعرفون على ويقتربون إلى منهج أهل البيت ويتحدون فيما بينهم. هذا هو الهدف. إذا واحد هدف أن كل العالم يصبحون مسلمين، أولا الله يكتب له هذه النية، لأن الله سبحانه وتعالى كريم. النية الله يعطيكم ثواب. أنتوا إنو أن تصنعوا 1000 مسجد في العالم نية حقيقية، وامشوا وراء هذا. الله تعالى وفقت إلى 1000 مسجد أو ما وفقت، الله يكتب لكم 1000 مسجد إذا صدقت النية. فإذا واحد نوى هذه النية الكبيرة، أولا ثوابه مكتوب عند الله، وثانيا يركض ويركض ويركض ولا يقتنع إلى أن يحقق الكثير. قد يتمكن يحقق أو يتمكن يحقق مقدار من هذا الهدف الكبير. ولذلك في الواقع إحدى الأشياء المهمة لنا هو هذا الشيء، أن الروح تكون كبيرة، أن الخريطة تكون كبيرة. واحد يخلي خريطة كبيرة أمامه ويحاول أن يمشي المقدار الذي تمكن أن يحقق. إذا واحد يريد أن يكون خطيب، يكون يحاول أن يكون، يفكر من الآن أن يكون أفضل الخطباء، بالنتيجة هو هذا يصير أفضل الخطباء أو من أفضل الخطباء أو قريب إلى أفضل الخطباء. إذا واحد يريد يكون مجتهد، الاجتهاد إلى مراتب، كالنور حيثما تقوى وضعف. نور الشمع نور، ونور الكواكب القوية نور أيضا. لا يفكر أن يكون مجتهد من النوع الرديء في اجتهاده، يحاول أن يكون أقوى المجتهدين. إذا فكرت أن تكونوا فقهاء، فكروا أن تكونوا أقوى الفقهاء بإذن الله تعالى. إذا فكرت أن تكونوا أصوليين، فكروا أن تكونوا أقوى الأصوليين. إذا فكرت أن تكونوا رجاليين، فكروا أن تكونوا أقوى الرجاليين. إذا فكرت أن تكونوا مؤلفين، فكروا أن تكونوا أقوى المؤلفين. هذا المطلب الأول. سعة الروح، كبر الروح، الخارطة الكبيرة، الهمة الكبيرة، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني اللي هذا المطلب لا يقل أهمية عن المطلب الأول، وفي مقاييس العظمة الحقيقية هذا هو الأهم. المطلب الأول سعة الروح،
المطلب الثاني سمو الروح. بين هذا المطلب الثاني والمطلب الأول باصطلاح المنطقيين يوجد هنالك عموم من وجه. قد يكون واحد عنده سعة الروح ما عنده سمو الروح، قد يكون واحد عنده سمو الروح ما عنده سعة الروح، وقد يجتمعان وقد يرتفعان. هذه حالات أربع. يمكن واحد عنده سمو الروح، الروح روح جدا سامية، ولكن ما عنده سعة الروح. هنالك أفراد مؤمنين متدينين طيبين، ولكن ما عندهم أفق في حياتهم. الروح روح رفيعة، ولكن ما عنده أفق. يمكن واحد يكون عنده أفق في حياته، ولكن روحه روح مو رفيعة. رفعة الروح، شموخ الروح، هذه قضية جدا مهمة، وربما تكون أهم من القضية الأولى. الذين كانوا في كربلاء، منو كانوا؟ الذين استشهدوا مع الإمام الحسين صلوات الله عليه. مختلف الأفراد كانوا فيه. أكبر عالم يأتي ويقف أمام شهداء كربلاء. شهداء كربلاء منو كانوا؟ واحد منهم الحر. الحر نقف أمامه ونقول بأبي أنت وأمي. أكبر عالم يقف أمام الحر ويقول هذه الكلمات. ليش نقول هذه الكلمات؟ لأن الحر كان عالما، ربما لا، أنا ما عندي اطلاع تفصيلي عن تاريخ الحر، ولكن مو منقول في أحواله أنه كان عالم. ليش نقول هذه الكلمات؟ لأن تلك الروح كانت روح رفيعة. عندما نقف أمام حبيب بن مظاهر أو زهير بن القين أو بقية الشهداء ونقول بأبي أنتم وأمي طبتم، ليش نقول ذلك؟ لعلمه، لروحه، تلك الروح الرفيعة التي كانوا يتحلون بها. الروح الرفيعة جدا مهم، ونحن الآن غالبا في مقتبل حياتنا يجب أن نصمم على ذلك. الروح تكون روح رفيعة. الجد رحمة الله عليه كان ينقل عنا أنه أنا من بداية دخولي في سلك طلاب العلوم الدينية صممت على ثلاثة أشياء. الشيء الأول ألا أجادل. الجدل يعني لإظهار الفضل لا لإظهار الحق. أنه واحد يريد يقول أنا عالم، هذه حالة جدا مشكلة. أنتم قاعدين في مكان تريدون أن تبينوا أنكم علماء، واحد يتمكن يتحكم في هذه النفسية، كلش مشكلة. أنا صممت على أن لا أجادل أبداً،
وصممت على ألا أتصدر في المجالس أبدا، حالة التصدر، إلا إذا أهل المجلس يطلبون مني استجابة لطلبهم، أما أنه أنا أرى مكاني هناك وأتخطى الرقاب وأروح أقعد هناك، لا، وين ما كان إذا هناك أكو مكان عند الباب أقعد عند الباب. وشيء ثالث أيضا الآن مو في ذهني، هذه الحالة، أكو قضية قديما أنا شايفها الآن تفاصيلها مو في ذهني، إجمال القضية أنه اجتمع رجلان ولهم مقام اجتماعي متفاوت، يعني واحد مقامه جدا أعلى من الثاني، فصار بينهم بحث، هذه الأشياء قولها سهل ولكن واقعها جدا صعب، فصار بينهم بحث، وكان الذي مقامه أعلى محقا. هذا شبح القضية اللي في ذهني، والثاني اللي مقامه أدنى مبطلا. صار بينهم بحث، ذاك اللي مقامه أدنى احتد ويا هذا اللي مقامه أعلى، احتد ويا وقال فيه ما لا ينبغي. شوية ذاك الرجل فكر ثم قام وقبل يد هذا الذي مقامه أدنى واعتذر منه. بعدين بعد ما انفض المجلس، جماعة هذا الذي مقامه أعلى قالوا ليش فعلت هذا العمل؟ ذاك كان مبطلا وأهانك، ليش قمت بهذا العمل؟ قال في الواقع أنا عندما قال هذه الكلمة الحادة أنا فكرت في الرد عليه، لأن واحد عنده حالة الدفاع عن الذات، حالة طبيعية. بعدين قلت لنفسي لا ما أرد عليه، أحاول أن أكبح نفسي. ثم بعدين فكرت مع نفسي أنه نفسي لماذا ضغطت علي لكي أرد عليه؟ هذه النفس تحتاج إلى تأديب، حتى في المرة القادمة لا تقول افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا. أنا قلت لنفسي تأديبا لك أنا أقوم وأقبل يد هذا العالم، وقمت وقبلت يده تأديبا لهذه، حتى في المستقبل لا تقول لي افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا. هذه كلمات نقولها ولكنها في الواقع صعبة جدا. واحد يتمكن يقف أمام نفسه هذا الوقوف. وهنالك قضية أيضا ننقلها، وهو أنه اجتمع عالمان، واحد منهم الشيخ البهائي واحد منهم المقدس الأردبيلي، صار بينهم بحث، المقدس الأردبيلي في خلال البحث بحث بشكل أظهر انهزامه في البحث العلمي، يعني هكذا تبين للحاضرين أن الشيخ البهائي
هزم المقدس الأردبيلي في الباب. بعد ما طلعوا المقدس الأردبيلي قال للشيخ البهائي عندي وياه كلمة، انتحيا جانبا ثم أخذ يقول له إن الكلام الذي قلته مو صحيح، وتحدث 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 حتى ثبت للشيخ البهائي أن كلامه كان باطلا. الشيخ البهائي قال ليش في المجمع ما قلت؟ المقدس الأردبيلي قال أنت شيخ الإسلام في إيران ولك ذلك المقام، وأنا طالب عادي في النجف، فإذا أنت غلبت في البحث العلمي يعني شيخ الإسلام قد غلب، وإذا أنا غلبت في البحث العلمي فد واحد من الطلبة غلب في البحث، مو مهم. أنا أحببت أن هذا المقام اللي عندك يحفظ أمام الناس، والآن قلت لك لأن لا يخفى الحق نتمكن نعمل هذا العمل. وهنالك أيضا تلك القضية الشهيرة، ذلك البطل الذي أظهر أنه صرع أمام ذلك الرجل الآخر وألقى بنفسه على الأرض. يتمكن واحد يسوي هذا الشيء؟ هذه مظاهر من سمو الروح ورفعة الروح. نحن يجب علينا، ينبغي علينا أن نستعين بالله سبحانه وتعالى، مضافا إلى البعد الأول أن نحقق هذا البعد الثاني، وهذا يبدأ من هذه الليلة من البيت. واحد في البيت زوجته تقول له، تفرض عليه وتقول له الباطل، واحد يتحمل ذلك، هذا بدايته، يبدأ من البيت وينتهي إلى المجتمع. هذان عنصران مهمان من عناصر العظمة الحقيقية. العنصر الأول أن الخارطة التي يضعها الإنسان يجب أن تكون خارطة كبيرة، والشيء الثاني أن يحاول أن تكون روحه روحا سامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ببركة هذه الليلة لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي